تقام اليوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021 البطولات التالية: دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري أبطال أسيا والدوري المغربي. في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما. الآن مع تفاصيل المباريات. أولا مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث تقام اليوم 8 مباريات بالجولة الثالثة من دور المجموعات، وهي كالتالي: المباراة الأولى برشلونة الأسباني ضد دينامو كييف الأوكراني، تقام في تمام الساعة 7:15 مساء بتوقيت مصر، والثامنة إلى الربع بتوقيت السعودية، والخامسة إلى ربع مساء بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة بين سبورت وان اتش دي بريميوم بتعليق رؤوف خليف. المباراة الثانية ريد بول سالزبورج النمساوي ضد فولفسبورج الألماني، تقام بنفس التوقيت 7:15 مساء بتوقيت مصر، والثامنة إلى ربع بتوقيت السعودية، والخامسة إلى ربع بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة لايف سكور المفتوحة. المباراة الثالثة بنفيكا البرتغالي ضد بايرن ميونخ الألماني، تقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، والعشرة مساء بتوقيت السعودية، والسبعة مساء بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة بين سبورت 3 اتش دي بريميوم بتعليق عصام الشوالي. المباراة الرابعة يانج بويز السويسري ضد فياريال الأسباني، تقام بنفس التوقيت 9 مساء بتوقيت مصر، والعشرة مساء بتوقيت السعودية، والسبعة مساء بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة لايف سكور المفتوحة. المباراة الخامسة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد أتلانتا الإيطالي، ضد أتلانتا الإيطالي، تقام بنفس التوقيت 9 مساء بتوقيت مصر، والعشرة مساء بتوقيت السعودية، والسبعة مساء بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة سي بي سي سبورت اتش دي المفتوحة. المباراة السادسة تشيلسي الإنجليزي ضد مالمو السويدي، تقام بنفس التوقيت 9 مساء بتوقيت مصر، والعشرة مساء بتوقيت السعودية، والسبعة مساء بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة لايف سكور المفتوحة. المباراة السابعة زينت سان بطرسبرغ الروسي ضد يوفنتوس الإيطالي، تقام بنفس التوقيت 9 مساء بتوقيت مصر، والعشرة مساء بتوقيت السعودية، والسبعة مساء بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة لايف سكور المفتوحة. المباراة الثامنة ليل الفرنسي ضد إشبيلية الأسباني، تقام بنفس التوقيت 9 مساء بتوقيت مصر، والعشرة مساء بتوقيت السعودية، والسبعة مساء بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة لايف سكور المفتوحة. ثانيا مباريات الدوري الأوروبي، حيث تقام اليوم مباراة واحدة بالجولة الثالثة من دور المجموعات، وهي كالتالي: سبارتاك موسكو الروسي ضد ليستر سيتي الإنجليزي، تقام في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت مصر، والخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، والثانية والنصف ظهرا بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي. ثالثا مباريات دوري أبطال آسيا، حيث تقام اليوم مباراة واحدة بدور نصف النهائي، وهي كالتالي: أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ضد بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي أيضا، تقام في تمام الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت مصر، والواحدة ظهرا بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة SSC 7 HD المفتوحة. رابعا مباريات الدوري المغربي، حيث تقام اليوم مباراتين بالجولة السادسة، وهي كالتالي: المباراة الأولى نهضة بركان ضد أولمبيك خريبكا، تقام في تمام الساعة 7:15 مساء بتوقيت مصر، والثامنة والربع مساء بتوقيت السعودية، والخامسة والربع بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية اتش دي بتعليق هشام فرج. المباراة الثانية مولودية ودة ضد الرجاء الرياضي، تقام في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر، والعشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية، والسبعة والنصف مساء بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية اتش دي بتعليق محمد العدالي. وفي النهاية ما هي توقعاتكم لأهم مباريات اليوم؟ اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو.